هنا من أجل حلب وأهل حلب بما يجرى لهم بما نشوف الأخبار. روسيا هل هي يعني دولة مع الدول حقوق الإنسان أم هي إرهابية؟ يقولون داعش إرهابي والقاعدة وبقية الحركات هي تقتل 4، أما روسيا تقتل 40 و80 و90. هي ترمي بالطائرات وتقتل أبناءنا ونساءنا وشيوخنا، وروسيا وسوريا بشار الأسد الذي يقوم تقوم بالدبابات أمام أعين المسلمين